ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على تحليل مخزون المبيض اللي هو الانتي مولاريان هرمون وعلاقته بعلاجات الاخصاب، وكمان هتكلم على موضوع تكيس المبايض واهم التحاليل اللي بتتعمل عشان نكشف عن تكيس المبايض او الشعرانية اللي بتطلع في الجسم. أول حاجة، كل امرأة بتتولد بيكون عندها عدد ثابت من المبيضات، ومع التقدم في السن بتنخفض كمية ونوعية هذه المبيضات، وبيساعدنا تحليل اختبار مخزون المبيض بتحليل هرمون AMH على تقييم مخزون المبيضات في المبيض، وبيشخص لنا بعض المشكلات زي انقطاع الطمث المبكر. بيتم إجراء اختبار هرمون AMH للسيدات اللي عايزين أو مقدمين على الإخصاب، أو مثلا مستوى الخصوبة، عايزين يعرفوا مستوى الخصوبة ويرغبوا في إن هو يعرفوا احتياطي المبيض لديهم. والتحليل ده للسيدات عشان طبعا يقدر يعالج المشاكل، ويقدر يعرف الدكتور هل هيلجأ لتلقيح صناعي أو علاجات للخصوبة بشكل عام. كمان بتتغير مستوى هرمون الـ AMH خلال الدورة الشهرية، فلابد ان احنا بناخد عينة. لو اتخذ عينة الدم في وقت معين بتختلف عن من وقت الدورة لبعد الدورة لفي وسط الدورة، كل دي بيكون ليها نتائج مختلفة، لأن الدكتور بيحدد فيها الخصوبة بتاعت السيدة اللي جاتله، ويعرف المستوى الهرمون عندها قد إيه عشان يقيم دورة الخصوبة بالنسبة للسيدة، ويساعد على إذا كان هيدلها أدوية للجريب أو للبويضات عشان تعرف إذا كانت يبدأ ينشط لها الهرمون ده، عشان يبدأ إن المستوى بتاع الهرمون ده يرتفع. المستوى الطبيعي للهرمون الانتي مولاريان هرمون بيكون بين 1.5 لـ 4 لكل ملي لتر، والمستوى الاقل بيكون من 1، الاقل من الطبيعي بيكون من 1 لـ 1.5، والمستوى المنخفض بيكون من 0.5 لـ 1، والمستوى الاقل من المنخفض بيكون 0.5 لكل 1 ملي لتر. طيب النتيجة هنا عندنا كانت 20.65%، معنى كده ان السيدة دي عندها بوليسيستيك اوفري او يعنيها تكيس المبايض. برضو بنحتاج عشان نتأكد نعمل مجموعة من التحاليل التانية زي البرولاكتين والاف اس اتش والال اتش، وكمان يتعمل تستوستيرون الفري والتوتال عشان نقدر نتأكد فعلا ان هي عندها تكيس المبايض. لأول مرة تدخل عندنا ما تنساش تعمل لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلك منا كل المعلومات الجديدة. شكرا.